ذكر خانة الديانة في البطاقة يدعو إلى التمييز. كويس؟ لا معلش مرة تانية. وجود خانة الديانة في البطاقة يدعو إلى التمييز. أنا مع أنا 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 همشي في الخطوة ده دي. كلام حضرتك؟ لا لا مش كلام حضرتك، كلام ال ده الدعوة. الدعوة. أنا بقى عايز أتكلم أقول إيه. أنا دلوقتي ساكن في منطقة شعبية. كويس. عرفت إن في مدرسة في منطقة هاي وعايز أروح أقدم لابني فيها. فديتهم البطاقة، بص في العنوان، لا يصلح. ايه السبب؟ العنوان. حلو، احذف العنوان لانه يؤدي للتمييز. تعالى ايه ده؟ ما هو انا بتكلم اهو، ده قياس خاطئ. لا ده قياس قياسه حضرتك، ما هو سر الغلطات المنطقيه. انا عايز اكمل بس بالله عليكم. طب قياس سليم بس. اذا خانه العنوان اي اللي هي نحط عليها علامه يساوي اللي هي المكانه الاجتماعيه تؤدي الى التمييز. هروح تاني يا فندم، عايز اروح معلش يا دكتور يا دكتور يا دكتور، انا رايح اقدم احجز اجر شقه، فشاف في البطاقه عندي اعزب، قال لي لا 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 انا بجو ما بسكنش عزاب، انا عايز متزوج. اذا الحاله الاجتماعيه تؤدي الى التمييز. مش عارف اكمل ايه ولا ايه. لا كمل. جينا للجنس. الجنس في اسامي كتيره ما بين رجال ونساء. عايز اي اسم؟ نور مثلا، نور. فجه هنا الوظيفه، لا ده مكتوب ذكر، لا ده انا كنت عايزه انثى. اذا انا عايز اوصل ليه؟ اذا الجنس، الخانه الاجتماعيه، النوع يؤدي للتمييز. ونعملهم كود، معلش يا دكتور نعملهم كود بالمره. دكتور احمد نعملهم كود ويكشفوا في اجل سكريها واعظمها. يا دكتور حضرتك يعني احييك، انت غلبت زينب. مش وسطائيه، مش وسطائيه. انا عايز حد يرد عليا. الجنس يؤدي الى التمييز. تمام تمام خلاص، وصلت الفكره. حضرتك تعلم انها مغالطه منطقيه. لا لا وصلت. ايه الوجه المغطى؟ ايه الوجه المغطى؟ انا هنا في قياس. طيب دي خانه ودي خانه. اتفضل يا استاذ عصام. من أول الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 48، من أول ما مصر عرفت الدساتير في 1866 مروراً بدستور 23 العظيم حتى دستور 2014، عندنا أكتر من مادة بتمنع التمييز بسبب اللي حضرتك بتقوله. يقولك بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس. المواثيق الدولية تضيف عليها كمان أنه الرأي السياسي أو تكون من قبيلة معينة. فده ما هو ده، دي بيانات خاصه بالتمييز بنحاول نعالجها. لما حضرتك تسيرها دلوقتي معناها احنا مش بنعالج. طب ليه نبدا بدين؟ ارجوك. طب هكمل بس. ماشي، هنبدا بدين ونطلب الاجابه. يجب ان احنا نتفق على انه لقاءاتنا ديت لقاءات توعيه. تمام. مش انا بحدفك بطوبه وانت بتحدفني بطوبه. ما نوصلش نستفيد من حضرتك. وعايزين لا احنا اللي يهمنا انا وانت المشاهد اللي بيشوفنا، لانه مهمتنا التوعيه. انا بقول لحضرتك انها بتسبب التمييز، بنسعى ان احنا نقلل التمييز تدريجيا. لما يبقى في مكنة الدولة الحديثة، الدولة الجديدة، انها تحد من التمييز كمرحلة اولية، نقدر نعمل ده. لكن لما هنضرب نماذج بالتمييز سهل جدا، انا وانت طول الوقت هنضرب نماذج بالتمييز. ما هي طيب. موجودة في كل المجتمعات، موجودة بس قلت شوية في المجتمعات اللي راحت للدولة المدنية للدولة الوطنية.